يشارك 6 نحاتين سعوديين بأعمالهم الفنية ضمن فعاليات سبوزيوم نقوش الجبيل، نحت على الصخور لتحويلها إلى قطع فنية تزين الميادين العامة والأماكن السياحية. بدر الشهري دائما معه التفاصيل. قطع فنية شكل ملامحها نحاتون سعوديون. عصام جميل بدأ النحت قبل 25 عاما ولا يزال بأدواته التي أنتج بها مجسمات مختلفة. النحت أو أي مجال فني هو فرصة أنه الواحد يعني يفضفض عن اللي في نفسه من خلال عمل فني. مثلا أنا بالنسبة لي النحت يعني هو النافذة الجميلة بالنسبة لحياتي حقيقة، أني يعني أنا أعبر عن مكنوناتي أو أفكاري رسائلي. شارك جميل وخمسة من محترفي النحت السعوديين بإبداعاتهم ضمن فعالية سمبوزيوم نقوش الجبيل، فعالية ينظمها مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية في كورنيش الجبيل إلى جانب فعاليات أخرى. هناك عدد كبير من النحاتين المعروفين على مستوى الوطن العربي والعالم بلا شك، وهم ما يقدمون منحوتات صخرية بمعايير فنية يعني عالية الدقة وعالية المهارة، وبإذن الله هذه المنقوشات أو هذه المنحوتات سترى مكانها أو سيخص لها مكان في ميادين وشوارع المحافظة. احنا نكسب من التجمع شيء واحد، التكنيك بالشغل، يعني وين وصل هذا وين وصل هذا. أما الفن عموما يعني كل فنان يمثل البيئة اللي هو نوجد فيها، فمجرد ان نحتك مع فنانين من خارج المملكه وكذا هي الادوات اللي يشتغلونها بس. نقوش نحاتي السعوديه وقطعهم الفنيه ستظل الميادين العامه والمعالم السياحيه شاهدا عليها. بدر الشهري، العربيه، من محافظه الجبيل شرق السعوديه.